السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأفضل حال، وتنشطوا كده وتجيبوا كتاكيت بيضة وتربوها، وما تقولوش العلف غالي. طب ما هو العلف غالي، بتجيب الكيلو الفراخ دلوقتي بكام؟ 65 جنيه. لا، أنا بنصحكم تجيبوا لكم شوية كتاكيت كده وتربوهم. ما عندكيش مكان؟ هقول لك تعملي ايه دلوقتي معايا في الفيديو. تربوهم ازاي؟ في زاوية كده في البلكونة بكل سهولة خالص، مفيش أي مشاكل. على فكرة انا حطهم في كرتونه في الصاله معايا كده، ما شاء الله مقنسيني ومنوريني. وجايب الكتكوت بكام يا ام شيماء؟ ب2 جنيه. يا بلاش، في ارخص من كده؟ مفيش ارخص من كده. افتكر السنه اللي فاتت يا حبايبي كنت جايبه الكتكوت ب13 جنيه وكنت جايبه العلف ب9 جنيه. دلوقتي العلف ب20 جنيه وبيقولوا عدى ال20 جنيه كمان، والكتكوت ب2 جنيه. فتضربيها شمال تضربها يمين، الحاجه اللي تربها على ايدك افضل بكتير طبعا. والفيديو فيه مفاجاه هتضحكوا كتير قوي على اختكم، وشوية نصايح برضو للناس اللي بتحب تربي كتاكيت بيضة. قبل ما تشتري الكتاكيت البيضة، اولا لازم تجيبها من حد واثقة فيه جدا، ثانيا تجيب الكتكوت رجله تخينة، وهاتي النوع اللي هو اسمه الجدود. الجدود ده حلو قوي يا جماعة في الفراخ، بيرمي معاكي لحم. وكمان هقول لكم على حاجة حصلت لي كده، عشان كمان انتوا تاخدوا بالكم من الحتة دي ما تعملوهاش يعني، بس خليكم ايه بس في الفيديو كده تشوفوا اللي هيحصل. نصيحة مني، اسمعوا الفيديو الناس اللي بتحب تربي الفراخ بالذات البيضة، علشان تشوفوا ايه اللي حصل لي. مش في الفراخ ده طبعا، في فراخ تانية قبلها. شوفوا حتى السجاد بتاع الصلاة اهو موجودة يا جماعة، حطها في كرتونة كده طويلة. قعدتهم في الكرتونة ديت قد ايه يا ربي؟ 15 يوم. لا مش 15 يا رب، 10 ايام. قعدتهم 10 ايام، وانا بدأوا يكبروا كده خلاص، والمكان هيبقى ضيق عليهم، قاعدين يزعقوا صوت في الأوضة التانية. فانا ما اكون قاعده في الاوضه وبسجل وحد مستمعني بعمل ايه، بخبط خبطه كده على الحيط، فيلموا نفسهم على طول، ومش هيلموا نفسهم غير كمان بخبطه جامده يعني. دلوقتي بقى عايزه اطلعهم من البلكونه يا جماعه، هعمل ايه؟ جبت كرتونه كده وعملتها ايه، زاويه كده زي ما انتم شايفين. وبعمل الاول ايه، بفرش كياس، اي كيس قديم عندك. بعد انا بقى لما بروح لاي تاجر ولاقي اي كيس قديم عنده باخده منه، اقول له الكيس ده فايد عليك؟ لا. اقول له طب بعد اذنك انا هاخده. باخد بقى اي كيس قدامي الاقيه قديم وانا عندي اي محل بقوم جايباه. بفرش الكيس الاول كده زي ما انتم شايفين. شايفين الكرتونه دي عندي بقالها دلوقتي يعني دخلت في 9 سنين. بجد والله يا حبايبي كرتونه التلاجه بتاعتي ال جي شايلها كده، بعملها كل سنه في الشتاء كده، لان ما بربيش اصلا فراخ ولا طيور خالص غير في الشتاء فقط. في الصيف ما بدخلهمش الشقه، لان بصراحه بيقلبوا الجو خالص، والبلكونه كمان بنستعملها في الصيف وكده. عملت زاويه كده قدام البلكونه بتاعت اوضه النوم، البلكونه اصلا لها شباك تاني يعني، فبستعملش البلكونه دي. عملت زاويه كده ورفرشت الاول كيس، وبعد الكيس كراتين. كراتين ليه مشيماء؟ الكراتين بتشرب الرطوبه معاكي، واقل شويه تبن او نشاره خشب هتلاقي الدنيا كويسه معاكي، وتلاقيها مش كل شويه تغير، مش كل شويه تغير. واهم حاجه تحطي الكيس، وانت بتحطي الكيس لو انت بتعملي زاويه مثلا زي كده بكرتونه ولا حاجه، تحطي الكيس رافع علشان التبن ما ينزلش من تحت وينزل من تحت الكرتونه وايه، ويبسخلك البلكونه لو انت هتربي في بلكونه زي حالاتي. اما لو ربنا كرمك بقى وعندك وسعه، عندك اوضه، عندك وسط دار، عندك سطح، هتحطهم بقى التبن يجي شمال يجي يمين، مش مشكله خالص، ما بيفرقش معاكي. لكن البلكونه لازم تكون نظيفه، لان البلكونه بقى فيها تبن توسخلك السجاد وتبوظ لك الدنيا بحالها يعني. هنا طبعا قبل ما تحطهم في اي مكان وتنقلهم من مكان لمكان، انا قفلت عليهم الكرتونه وطلعتهم في البلكونه كده مقفول عليهم، كنت مولعه اللمبه ومضافيهم المكان قوي، وعامله الستاره من فوق. وجت بقت ايه الاستاذه ريتاش كده ايه تشيلهم وتحطهم مكانهم. ريتاش بنت عندها عشق للكتاكيت يا جماعه، يعني هي اللي بتغصب علينا نجيب فراخ دايما. كل ما الفراخ تخلص روح تفرخ يا ماما طول الشتاء طبعا، الفراخ ما بتنقطعش عندنا طول الشتاء. اول الصيف ما بيبدا كده خلاص بنكون مشطبين، بعد رمضان على طول اخر تربيه بربيها دايما تبقى تربية رمضان. إيه اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم يا حبايبي. إيه كنت عايزه اقول لكم ايه يا ولاد؟ كنت عايزه اقول لكم ايه؟ والله كنت فاكره حاجه حلوه قوي اقولها لكم، بس هي ايه بنت يا نسرين؟ الزهايمر حاضر، وساعه ما بيحضر الواحد بيصلي على سيدنا محمد عشان يفتكر. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايوه كنت عايزه اقول لكم، طبعا كتاكيت عمرها 10 ايام ممتازين ما شاء الله، لازم يكون في تهويه كويسه عليهم. طبعا البلكونه متغلفه من بره بالستاير برده، وبرده على الكرتونه اللي انا حطهم فيها كده اللي انا عاملاها زاويه ديت برده لفه لهم الستاير من بره، ودفت لهم مكان حلو قوي، لان قبل ما تنقلهم لازم تكونوا مدفيه المكان، لان لو خدوا برد منك انسي بقى. وعاشوا بقى مع نفسهم ان شاء الله. بقى تنزل لكم فيديو بعد كده بقى تشوفوا ايه
الطيور دي وصلت لحجم ايه بقى. بصوا بقى الخيبه اللي حصلت لاختكم، وربنا يفك شر الخيبه يا رب. الفيديو ده طبعا كنت منزله لكم من فتره كبيره قوي، وطبعا كان الفيديو اللي كنت عامله حاجات فيه كتير قوي ومسحتها، قلت مش هنزل. بس لما نزلت بقى الكتاكيت وجبتها، قلت بقى هنصحكم بعض النصايح برضو، وتقولوا تشوفوا ايه اللي حصل لاختكم عشان ما تعملوا ازاي. انا طبعا كنت رحت السوق جبت الفراخ البيضه المشؤومه اللي بتشرب ميه ديه، جايباها من السوق عندها 15 يوم، كنت جايبه الكتكوت ب 15 جنيه، وزلوني يا حبايبي ذل السنين. وتعرفوا دلوقتي اللي حصل لهم بعد الذل ده كله ايه اللي حصل. وطبعا كنت جايبه الفراخ الشامورت اللي هي يعني ايه كان عندها شهر كده، كنت جايبه الواحد ب 25 جنيه. الكلام ده من فتره، شوفوا بقى دلوقتي عامل ازاي، الواحد من ده عامل له 30 40 جنيه. المهم بقى اللي حصل بقى، طبعا ما عنديش مكان، والعيال عايزين بط وعايزين كتاكيت وعايزين، المهم اتشملت ورحت جبت ب 500 جنيه طيور. طبعا حطيتهم كلك مع بعض، عملت زاويه كده برضو كده جنب البوكسه، انا عندي بوكسه خشب كده بقالي سنين بس صغيره يعني ما بتنفعش غير فيها اذا كان فيها كتكوتين ثلاثه كده. وفرشت لهم تبن، وحطيت بدل البط بعد ما كبر شويه كده، كنت حطاه صغير لوحده اهو، كنت جايبه السبع بطات دولت ب 105، مات اتنين فاضل خمسه لسه الحمد لله، يعني اما اجي اذبحهم او يكبروا كده للاخر هوريهم لكم برضو. بعد ما كنت حاطه الفراخ البيضه في البوكسه لقيتهم برضو ايه المكان ضيق عليهم، نقلتهم مع البط ومع الكتاكيت الصغيره، كنت جايبه الكتكوت الصغير من ده ب 10 جنيه، هو لسه طالع من البيضه بقاله زي اسبوع كده. المهم عدى الفترة دي، وبعدين لقيتهم التبن يعني كل شوية بيطلع من تحت كده، وخصوصا انهم قدام البلكونة بتاعت الصالة بالظبط، قمت راح ايه فرشلهم الفرشة اللي هي البلاستيك دي، كبروا شوية بقى. لما يكون عندك الفرشة البلاستيك دي ما تحطهاش غير للطيور لما تكون كبيرة شوية. حطت لهم تاني الفرشة البلاستيك في نفس المكان برضو، والستارة لفة بيهم ومظبطاهم، الدنيا حلوة خالص. بعد كده يا حبيبي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا ابو شيماء؟ اللي حصل انا طبعا شيلت المشؤومين دولت اللي هم الفراخ البيضه دولت، كانوا 11 كتكوت. والله يا جماعه والله ما ذبحت منهم غير ثلاثه، تخيلوا ثلاثه بعد ذل. وتخيلوا الوزن كان كام بقى، كان راح اذبحه واحده والله كانت كيلو وربع، واثنين كان واحده كيلو ونص والتانيه كيلو و400 جرام، بعد ما كان عندهم 45 يوم. الباقي وديتيه فين بقى يا ام شيماء؟ طبعا هنا عنده حوض في البلكونه ما شاء الله نافعني يا جماعه، اي حد بيشطب انصحكم اعملوا حوض في البلكونه، بينفعكم في حاجات كتير قوي. وبقفل عليهم طبعا كده بالكرتونه، وعايشين حياتهم ما شاء الله يعني، الدنيا حلوه خالص. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. انا والله انا توهت على فكره، ممكن اكون حطيتهم على البلاستيك، لا ده انا حطيتهم على البلاستيك الاول، ايوه افتكرت حطيتهم على البلاستيك الاول، بعدين لقيت البلاستيك بيزحلقهم ولسه صغيرين، رجعت شلت البلاستيك. ايوه معلش اختك والله بتنسى جامد، ورجعت تاني استنى افتكرت لقيت شكل الفراخ هنا صغير عن الشويه اللي قبل كده، ورجعت شلت البلاستيك وحطيت التب، والتبن قرفني في حياتي، بس يلا مش مشكله في سبيل ان عيالي ياكلوا حاجه كويسه ما يكونش فيها هرمونات. وعلى فكره تربيه الطيور ما فيهاش اي توفير خالص، هي طولها زي عرضها، غير انك بتتعبي بس في الاخر لما تيجي تاكلي حاجه كده عاملاها على ايدك وعارفه مصدرها ومأكلها ايه، مش واكله بواقي اكل معفنه. خلي بالكوا اي حد بيوكل الطيور بتاعته بواقي اكل مش نظيفه في الاخر بيرضوا بيجني لحمه مش طعمها كويس يا جماعه والله خالص. اسالوني انا يعني، انا على نفسي بربي حتى على ايدي، بلاقي طعمها ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحته منها يعني بورك من اي مكان اجيب مثلا بطه ولا فرخه ولا اي حاجه من عند اي حد، بلاقي طعمها مش حلو، لان طبعا بيسيبوا الاكل يعفن والطماطم تعفن وجابها من الراجل اللي بيبيع. بص انا بشوف نفسي في البلد هناك بيعملوا ايه، بيجيبوا اي حاجه معفنه كده من الراجل اللي بيلفه ويحطوا للطيور وكله يا طيور، وبصراحه لحمته ما بتبقاش حلو. هنا طبعا كنت بقول لكم انا حاطه العلف اهو، كيسه علف وكيسه عيش دقها على بتاعه الفراخ، انا كنت جايباها الشوايه دي كنت جايباها شويه عليها فراخ يا جماعه، بس ما شويتش عليها غير هي مره، والله والله مره وما اتكررت تاني، لقيتها مقرفه وكبيره وزباله، بقيت بشوي على العلبه بتاعه الدهان. والكزبره الناشفه دي كانت كزبره بايظه عندي كده ما كانش عندي، حتى سلفيدي اللي كانت لقيتها راحت ارميها في الزباله في البلد، قلت لها هاتيها ده انا بحطها للفراخ وبعمل لهم بقى وصفات وبتنفعهم، وجبتها وبقيت بحط لهم منها على العيش وكده يا جماعه. وانصحكم محدش يجيب فراخ كبيره غير اما تكوني جايباها صغيره على ايدك، اوعي تجيبي فراخ كبيره من اي حد، فراخ بيضه يعني بالذات، لانها بتبقى مريضه وبتفضل تزلك. والباقي بقى عملت بيهم شيماء تاني زلني والله، جبت له 3 5 مرات ادويه واخر النهايه
ذبحتهم ورميتهم في الشارع. ايوه والله، لان الكبير بتاعهم كان كله ربع وكله ونص وكله ربع ومية. الصغيرين بقى تلاقيهمش بيكبروا، وعدوا 45 يوم ومش قادرين يكبروا وعمالين يكحوا، وشكلهم اصلا كان بيجيب لي كآبة نفسية كده والله، كانوا بتعبيني نفسيا جدا من شكلهم. قمت مزهم بالسكينة يا حبيبي، بقول لكم كنت مصوركم الفيديو ده بس ما رضاش انزله عشان ما تتسوقش نفسيا. قمت ذبحهم ورميهم في الشارع، وربنا سامحني لان حاولت معاهم بكل الطرق، ما كنتش عايزه برضو اذبحهم واقول يا رب، يعني حاسه فيها بحرمانيه. بس لا خلاص بقى، وصلت لمرحله ان اي 45 يوم اخواتهم اندبحوا، فالله المستعان. الحمد لله على كل شيء. اللي يروح في الريش بكشيش كده، دايما امه تقول لي الكلمه دي، اما طير يموت منك او في حاجه بسيطه زياده تروح، اعرف ان كان ربنا ممكن يجيب لك حاجه اوحش، فخد الايه الطيور في السكه او اللي حصل عندي ده يعني. فطبعا بيقول لك الحياه ما بتعلمش حد ببلاش، التعليم مش ببلاش، بفلوس. مش مشكله الفلوس تيجي في الطيور يعني. فخدوا بالكم ما تجيبوش فراخ بيضه غير وهي صغيره وتربيها على ايدك من اول يوم كده، لان طبعا بتبقى صرده. ما عرفتش الكلام ده غير بعدين يا جماعه، بتبقى صرده وبيبقى فيها عيوب. وطبعا بيقول لك ايه، يعني في مثل بيقول لك ايه، مكان لو كان فيها الخير مكان رمى الطير. ما كنتش عارف الحته دي والله، انا فرحت بيهم وقلت يكبروا بسرعه والحق اذبح للعيال. ما كانش عندي ذبح، وكنت بشتري بصراحه حاجات من بره، وانصحكم محدش يشتري فراخ بيضه من اللي هي بتاعت المزارع يا جماعه، والله بتبقى كلها هرمونات ومش حلوه خالص ومش صحيه، وبتعمل عقم للبنات وللصبيان. فعشان كده انا طبعا بتعب كتير قوي في تربيتهم، بس مش مشكله في سبيل ان عيالي ياكلوا حاجه صحيه. خدوا بالكم الحته دي، مش لازم توفري، هتتعبي شويه مش مشكله، بس ربنا يحفظ عيالك من الامراض يا رب. هنا طبعا قبل الفراخ ما تذبحها ب10 ايام لازم تعملها اللخبطيطه دي. الفراخ دي كانت دوره قبل كده يا جماعه، بس ما كنتش مصوراها. تحط لها بقى، تحط لها دشيشه عيش وفول، ما تشوش برضو، تجيبيه من عند الراجل بتاع العلف ده، وذره صفرة وعلف، الاربع حاجات دول تلخبطهم على بعض يشيلوا معاكي اخر 10 ايام. ساعه ما يوصلوا الشهر ابداي اعملوهم كده، لو تذبحوهم على 40 يوم. انا طبعا ما بذبحش الفراخ دولت ساعات بعدهم ال 50 يوم لما اكون معذوره، لان بحب اخد الصدور بتاعتها اعمل بانيه، مكرونه جريسكو، مكرونه بشاميل، كفته. عيالي بيحبوا الاكلات اللي زي دي، عشان تبقى اطبخها كده واعملها شوربه يعني نادره. الحاجات اللي زي دي بعملها مشويه مثلا، الوراك والحاجات دي. فاخر 10 ايام اعملوا لهم اللخبطيطه دي، بتفرق كتير قوي في طعم الفراخ. وانصحك من اول ما يكملوا 30 يوم ابدا اعملهم اللخبطيطه دي، عشان العلف غالي. وما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني مفيش احسن من تربيه الطيور على ايدك كده، ويربي يوسعها على الجمال. ما عندوش مكان يبقى عنده مكان. انا عندي قعدت حوالي 16 سنه ما ربيش طيور يا جماعه، لان كنت قاعده في شقه البلكونه بتاعتها متر ونص في متر في 80 سم والله كمان. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ولا طلعتوا باي معلومه من الفيديو ده، اتمنى بالله عليكم تعملوا له لايك لو ما كنتوش عملتوا لايك لسه. واللي لسه ما اشتركش في قناتي اول مره ينورني ويشرفني في القناه دي، اتمنى يعمل لي اشتراك. واتمنى اكون بقدم لكم حاجه تستفادوا منها. وخدوا بالكم، ربوا طيوركم في بيتكم افضل بكتير. مع السلامه يا حبايبي.